تجيك هكا ساعات بينك وبين روحك تقول يا ليتني ما دخلت الدومين هذا ميدان الفني؟ والله ما نجمش تكون حاجه اخرى بخلاف الفنانه بصراحه. معناها نتخيل انا نهار اللي ما نطلعش شخصين نحبذ اني نموت بصراحه. لطف عليك. ولا ما نجمش نعيش. لطف عليك. معناها ما تخيلش روحي مانيش فنانه بصراحه. علاش العباد ساعات يتنمروا كل شيء والفنانين بصراحه هذيك الحاجه اللي نحبها، هذيك الحاجه اللي تخلقت باش نكون نعمل فيها، وهذيك الباشن نتاعي. ما عادش نحس اللي انا كي نطلع شخصين هذيك السوق الوحيده نتاع البونوغ نتاعي. والله كي نقعد، صدقني كي نقعد ما نخدمش ونقعد ما نعملش برود ولا نبدا مدبرمه، معناها سانسيغمون. انت من الفنانات سيرين اللي تقول نوهب حياتي للفن. انا نقولهم ديما، نقولهم نتمنى نموت شخصين، امنيه حياتي يعني نتمنى نموت وانا شخصين. والله نتمنى نموت وانا شخصين، معناها جمهور و سي بون. معناها خاطر بالحق معناها هذيك حياتي، هذيك الفن، هذيك حاجه نعيش بها نتنفس بها. الفرحه الوحيده اللي نحسها والدوبامين ما يطلع لي كي نبدا نحضر في كليب ونحضر في اغنيه. ما عرفش معناها نحس اللي انا تولدت باش نكون هكاك، زينو بخلاف هكاك ما تخممش حياتي ما نحسهاش باش تكون الفنانين.